صديقاتي أصدقائي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت صحيفة أجريبارت في تقرير صادم لها قيام سلطات جزيرة مالطا بطرد طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية يوم السبت 30 أبريل 2022. وقالت الصحيفة إن السلطات المالطية أمرت بطرد الطائرة الجزائرية التي كانت قد أقلعت فارغة تماما من الجزائر العاصمة في محاولة للوصول إلى فاليتا في رحلة خاصة أرادت السلطات الجزائرية من خلالها إعادة مجموعة من الصحراويين إلى معسكرات الاحتجاز بتندوف بعد أن تكمنوا قبل سنوات عديدة من الفرار من جحيم البوليساريو إبان حرب الصحراء المغربية. وأكدت ذات الصحيفة أنه بالرغم من تدخل الدولة الجزائرية لدى السلطات المالطية لحثها على السماح للطائرة بنقل الصحراويين، إلا أن الجزائر منيت بالفشل وأن السلطات المالطية اعترضت بشدة على هذه المحاولة، رافضة بشكل قاطع الموافقة على نقل هؤلاء الصحراويين. من جهة ثانية، تساءلت الصحيفة ذاتها عن الدوافع الكامنة من وراء محاولة الجزائر إعادة مجموعة من المحتجزين الصحراويين، خصوصا وأن النظام العسكري في الجزائر قام بإنفاق أموال طائلة على العملية التي أحاطها بهالة من السرية والكتمان، مما يثير علامات استفهام عديدة حول هوية هؤلاء الصحراويين ومدى أهميتهم للنظام الجزائري، وكذلك سبب اعتراض السلطات المالطية بهذا الشكل الحاد وطردها دون تردد للطائرة الجزائرية.